بسم الله الرحمن الرحيم. الآن رح نبدأ بسكشن 5 of unit 12 of part 1 CMA 2020. عنوان السكشن Allocating Common Costs، تحميل وتوزيع التكاليف العامة المشتركة. طبعا أكيد بين الأقسام التابعة للشركة، بمعنى أنه الفروع بحيث أنه مصاريف الإدارة العامة تتحمل على إيش، على 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 نتائج الفروع اللي بتقدم لها خدمات بشكل مشترك. هيو Allocating Common Costs Section 5 Unit 12 Responsibility Accounting and Performance Measures، محاسبة المسؤولية وقياس الأداء أو قياسات الأداء. طيب هندخل في الموضوع. Allocating Common Costs اللي هي تحميل التكاليف العامة أو المشتركة. Issues قضايا أو مشاكل معينة. Common costs are the cost of products، التكاليف المشتركة هي تكاليف المنتجات أو الأكتيفيتيز الأنشطة أو الفاسيليتيز. الفاسيليتيز بمعنى أنه زي شبكات الإنترنت أو شبكات وصل أجهزة الكمبيوتر، أي قسم يقدم تسهيلات للأقسام الأخرى. Services خدمات اللي هي صيانة أو IT، or operations shared by two or more cost objects، أو عمليات مشتركة لإنتاج two or more objects، لإنتاج أكثر من منتج، اثنين أو أكثر. The difficulty with common cost، مشاكل الكومون كوست، وطبعا العنوان الالوكيتنج اور الالوكيشن انه تحميل هذه التكاليف العامه، از ذات ذي ار اندايركت كوست، انه تكاليف هذه غير مباشره لا نستطيع تتبعها للمنتج، زي ما بنقدر نتبع تكاليف الماتيريال والليبر والاوفر هيد اذا كانت صناعيه. هوز الوكيشن مي بي اربيتري، وبالتالي التحميل تبعها بيكون شويه عشوائي. اربيتري بمعنى عشوائي، لا يوجد معيار محدد او مقياس محدد او طريقه محدده لتحميل تلك التكاليف. دايركت كوز اند افكت، شو هي السبب والنتيجه، طبعا العلاقه السببيه بنسميها المباشره، relationship between common cost and the actions of the cost object to which it is allocated is desirable، بمعنى انه من المرغوب انه نلاقي علاقه بين التكاليف المشتركه وبين ال object، يعني اين ذهبت التكلفه، ال object يعني اين ذهبت التكلفه، هل علبه بيبسي، علبه حليب مثلا، علبه 7 اب الى اخره، هذا قصده بالاوبجكت. والاوبجكت قد تكون برودكتس، قد تكون اكتيفيتيز، قد تكون فاسيليتيز، قد تكون سيرفيسز، قد تكون اوبريشنز. Such a relationship promotes، كهذه علاقه اللي هي علاقه الكوز اند افكت، يعني علاقه سببيه، اوكي، ان كلما انتجنا اكثر نصرف اكثر، أو كلما تشتغل الأكتيفيتيز أكثر بنصرف أكثر، أو كلما في عندنا فاسيليتيز أكثر بنصرف أكثر، أو سيرفيسز أو وات إيفر. إذا such a relationship promotes acceptance of the allocation، هذه العلاقة إذا كانت في علاقة سببية، علاقة سبب ونتيجة، هذه إذا كانت في علاقة سبب ونتيجة لتحميل تلك التكاليف على الأوبجكت، على الأوتبوت اللي طلعت معانا of the allocation by managers who receive who perceive the fairness of the procedure، إذا بصير في إدراك من مدراء الفروع أو مدراء الأنشطة المختلفة
أو مدراء الإنتاج أو مدراء الفاسيليتيز أو مدراء السيرفيسز، هذولا لما بتحمل عليهم تكاليف بعلاقة إلها علاقة بالسببية والنتيجة كوز عندي فيك، شو بصير؟ بيدركوا إنه في عدالة، وبالتالي بصيرش عندهم امتعاض من عملية تحميل تلك التكاليف of the procedure. But identification of cause and effect may not be feasible. يعني إذا لإيجاد العلاقة، تحديد العلاقة السببية بالنتيجة قد لا تكون feasible، يعني لا تكون اقتصادية. يعني بدأ فريق من المحاسبين ويظلوا يحسبوا كذا، بتكون التكلفة عالية شوية بهالموضوع حتى نطلع العلاقة السببية مع النتيجة اللي هي الكوز اند افكت. may not be feasible يعني feasible مش اقتصادية. بتتذكروا قضية الفيزيبيليتي ستادي، مش feasible يعني مش اقتصادية. A common method of allocation is to use budgeted rates and standard hours allowed for actual output for variable cost and budgeted rates and capacity available for fixed cost. إذن عملية تحميل التكاليف العامة is to use budgeted rate، إنه نستخدم نسب موازنة، نسب موازنة تقديرية، يعني نسب ما قبل الدخول في الإنجاز الفعلي، and standard hours allowed for actual output. مرينا على الفارينسز بشابتر 11. اذا بدنا نستخدم الستاندرد اورز الاود فور اكتوال اوتبوت، يعني انه هنا عندنا مكتوب اورز، معناته علبه البيبسي يلي بتطلع معانا قديش متوقع انها او قديش احنا بنسمح لها تستهلك من الدقائق او الساعات او واتيفر، الاود من الستاتيك بادجت اللي احنا اخذناها بشابتر 11، and standard hours allowed for actual output for variable cost. هذه بالنسبة للvariable، ليه؟ لأنه علبة البيبسي بتاخذ ساعات عمل مرتبطة بالإنتاج، بكمية الإنتاج. إذن في ساعات في إنتاج أكثر، في ساعات أكثر، في إنتاج أقل، في ساعات أقل. إذن هذه لها علاقة بالvariable cost. إذن كيف بنا نحمل الvariable overhead على الإنتاج تبعنا اللي هو علب البيبسي أو الأكتيفيتيز أو الفاسيليتيز أو السيرفيسز أو إلى آخره؟ فلازم نستخدم إيش؟ البادجيتد ريتس أند ستاندرد أورز ألاود. البادجيتد ريتس اللي هي قلنا قبل ما نفوت على السنة الجديدة مرت علينا بشابتر 11 أند 10، كمان 10 مرت علينا، إنه بنحدد قديش بدنا نصرف فلوس بالفاريبل وبنقسمها على الكوست درايفر اللي هو الكوست اوبجكت، وبطلع عندنا أو الالوكيشن بيس بسموه، وبطلع عندنا قديش الريت بير كوست اوبجكت أو بير الأور أو بير الالوكيشن بيس، مثلا ماشين أورز أو واتيفر. فقديش بطلع معنا اكتوال اوتبوت؟ بنحمل هالقيمة هاي اللي احنا محددينها مشان اللي هو البادجيتد، خلينا نسميها اورز الاود او البادجيتد اورز. يعني مثلا خلينا نعطي مثال انه في سياره حتطلع من مكان معين لمكان معين، مقدر لهذه السياره انها كل 10 او كل كيلومتر تصرف 10 سنت من الدولار، 10% من الدولار، يعني جزء من الدولار. فهذه قدرنا انه خلال السنه القادمه حيكون هذه الريت تبعت الصرف، اذا هذه تعتبر variable cost، اذا بمعنى مرتبطه بعمليه ايش؟ عمليه الاوتبوت يلي متوقع انه نعملها. فاذا مشيت السياره 200 كيلو، اذا حنضرب 200 كيلو في 10% او 10 سنت، 500 كيلو في 10 سنت، اذا الستاندرد انبوت allowed for actual output، هاي for actual output for variable cost، اذا كانت التكاليف variable. And budgeted rates and capacity available for fixed cost. إذا كان عندي تكاليف ثابتة معناته بدنا نتعامل إما theoretical، تتذكروها قضية إنه دائما الطيارة فل، أو practical إنه الطيارة بتاعت 600 راكب بتشيل 500 متوقع تشيل، خلينا واقعيين يعني practical، خلينا واقعيين بتشيل حوالي 400 أو 500 راكب، بنعمل موازتنا على 400 وال 500. إذا بنقسم التكاليف الثابتة كلياتها على ال 400 وال 500 بيطلع عندنا الريت. ها شوف budgeted rate
okay, and capacity level for the fixed cost. وبنشوف قديش عندنا طلع output وبنعمل application زي ما عملنا بالvariances اللي احنا لسه طالعين منها من chapter 11. احنا الان بchapter 12. An alternative allocation criteria is the benefit received. طريقة ثانية غير الكوز اند افكت، طريقة ثانية اللي هي البنفيت ريسيفد. شو يعني البنفيت ريسيفد؟ انه والله عملنا اعلان بسوق الكارفور مثلا او الكارفور وات ايفر بنسميه، عملنا اعلان عندنا عدد من الاقسام، قسم اللحوم، قسم الادوات المنزلية، قسم الالبان، قسم كذا قسم كذا قسم كذا الى اخره. اذا هذه الاقسام زادت مبيعاتها، إذا أي قسم زاد مبيعاته أكثر راح يتحمل من تكاليف الإعلان أكثر. الـ benefit received حسب الفائدة. For example, advertising cost اللي هي تكاليف الإعلانات that do not relate to particular products. وما نقدرش نقول والله هذا فلان الزبون إجا على قسم اللحوم لأنه شاف الإعلان. ما في عندنا دراسة بالموضوع، خلص بنقول بنعمل إعلان وبعدين بنشوف أيهما أكثر عمل مبيعات بنحمل عليه اكثر، الاقل بنحمل عليه اقل وهكذا من الاقسام المختلفه. To particular products may increase sales of all products. ممكن تزيد المبيعات لكل المنتجات حسب النتائج، بنحمل كل واحد حسب ما زادت مبيعاته. يعني اللي زاد 20% بنحمله 20% من الاعلان، اللي زاد 50% بنحمله 50% وهكذا، اسمها البنفيت ريسيفد. اثنين، allocation based on the increase in sales by organizational subunit is likely to be accepted as equitable despite، يعني بمعنى عادله، طريقه عادله انه البنفيت ريسيفد despite the absence of a clear cause and effect relationship، مع انه ما عندناش ما عملناش، ليش ما عملنا دراسة؟ كل واحد من الزبائن يفوت نقول له أنت أجيت اشتريت من قسم اللحوم ليش؟ لأنك شفت الإعلان ولا ما شفت الإعلان؟ بنقدر نقول والله في عندنا علاقة سكوز عندي فيك، لكن لا خلاص خليناها بالنهاية، بنهاية اليوم أو بنهاية الشهر أو بنهاية الأسبوع أو بنهاية وات ايفر المدة إز، وبنقول والله قديش القسم الفلاني زادت مبيعاته بنحمله النتيجة أو التكاليف تبعت الإعلان. أوكي؟ إذا ما في كلير cause and effect relationship. إذا بالبنفيت ريسيفد ما في كلير كوز اند افكت. في الكوز اند افكت في كلير، في شيء ثابت معروف ونستطيع قياسه، وبناء عليه نقسم التكاليف اللي هي الاوفر هيد على ايش؟ على الاوبجكت. Allocating cost to foster competition may also be appropriate. شو يعني؟ انه بنحمل التكاليف من أجل تعزيز فوستر يعني يولد التنافس may also be appropriate. شو معناها؟ Care must be taken to ensure this competition is healthy for organization dynamic. إذا اهتممنا بزيادة التنافس بين الأقسام المختلفة وبالتالي نقوم بتقسيم تلك التكاليف اللي هي الكومون كوست على تلك الأقسام لزيادة الحركة الديناميكية، معناته الحيوية، ديناميكس معناته حيوية الشركة. ليه؟ لأنه إحنا أحيانا لما منقسم الكومون كوست منزيد الحركة أو منزيد خلنا نسميها مبدأ التنافس بين مين؟ بين الفروع تبعت الشركة، لأنه إحنا موضوعنا لسه في شابتر 12 اللي هو centralization and decentralization، والآن إحنا بنحاول نعمل التوزيع التكاليف على decentralized، خلنا نسميها سنترز اللي هي الإدارات اللي ماخذ حريتها في التصرف إلى حد ما، إلى نسبة معينة، مش استقلالية كاملة، وإنما within الـ goal congruence اللي هو انسجام الأهداف. إذا هاي كاتب لك تحت issues، يعني هذه قضايا نتناولها. Head quarters cost، مصاريف أو تكاليف الإدارة الرئيسية، الإدارة الرئيسية الهيد كوارترز قيادة الشركة. A persistent problem، في مشكلة مستمرة. In large organization في الشركات الكبرى is the treatment of the cost of head quarters، كيف نتعامل مع تكاليف القيادة الهيد كوارترز المركز الرئيسي.
and other center support cost. وكذلك center support cost شو هي؟ اللي هي المينتيننس والاي تي والكذا اللي بيدعموا اقسام الانتاج. Such costs are frequently allocated. إذا هذه التكاليف الهيد كوارترز والسنترال سبورت كوست كمان بدنا بين حين وآخر بدنا نقسمهم على مين؟ على أقسام الإنتاج المختلفة. الأقسام الإنتاجية كل واحد يتحمل حسب الإيرادات تبعته مثلا أو حسب الكوز أند إفكت أو حسب طريقة لزيادة الكومبتيتيفنس بين تلك الفروع. Research has shown خلنا نسميها أبحاث أو بحث بين that central support costs are allocated to departments. عندنا central support costs يعني تكاليف رئيسية مركزية لدعم support لدعم الإدارات الإنتاجية are allocated to departments للdepartments الإنتاجي الرئيسي or divisions للقطاعات المختلفة for the following reasons. ليش منحملها؟ للأسباب التالية. منحمل المصاريف الرئيسية ومصاريف السبورت اللي هي أكيد الإدارة العامة تعتبر سبورت وأكيد قسم الكمبيوتر يعتبر سبورت والمينتنس يعتبر سبورت وأي قسم من الأقسام اللي بيطلع on call or under call ليحد ليصحح بعض الأمور ليساعد الإدارات الإنتاجية المختلفة. إذا هذه تقسيمها بتم تقسيمها للأسباب التالية. ليش منقسمها؟ ليش منحملها على الأقسام الإنتاجية والإدارات الإنتاجية المختلفة؟ أولاً The allocation reminds managers that support costs exist. يعني بتذكر المدراء الرئيسيين المدراء الإنتاج الرئيسيين إنه ترى في عندك مصاريف عامة موجودة تيجيك من المركز الرئيسي في 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 الإدارة الإقليمية في الإدارة الرئيسية في الإدارة الوطنية الإدارة وير موجودة مكان معين. إذا في عندنا support cost exist موجودة بتذكرهم إنه في عندك مصاريف رئيسية موجودة that the managers would incur these costs ولولاها أنت يا مدير حيكون عندك قسم خاص بالمينتنس وقسم خاص بالآي تي وقسم خاص بالإدارة العامة if their operations were independent. لو كنت لحالك بدك مدير عام وبدك مدير صيانة وبدك كذا وبدك قسم إذا لا أنت خذ شير وبدل ما تبتلى بنشاط رئيسي وتكاليفه عالية إذا بده مشان يقبل. هذا سبب. سبب ثاني The allocation reminds manager that profit center earning must cover some amount of support cost. هذا التحميل بذكر المدراء أنه يا عمي بتعملوا أرباح أنتو هاي الأرباح جاية بالسبب هذا وبالتالي لازم تشيل معانا بالتكاليف الرئيسية التي كانت سببا في تحقيقك لتلك الأرباح اللي ذكرناها في واحد. إذا لازم يتحمل must cover some amount of support cost تكاليف الداعمة اللي هي الاي تي والمينتيننس والإدارة العامة حتى support cost. Departments or divisions الإدارات أو الأقسام should be motivated to use central support service appropriately. يا عمي ما دام بدنا نحملك ونحملك اطلب خدمات. Motivated اطلب خدمات ما دام حتتحمل. إذا اطلب خدمات إذا يعني اطلب من المدير العام يعمل لك شغلة أو من قسم الصيانة تعالوا يا عمي اعملوا لي الصيانة أو من قسم الآي تي تعالوا شوفوا لي الكمبيوتر. بصير يطلب لما بحس إنه حيتحمل بصير يطلب خدمات. إذا حيستخدم use central support services appropriately بشكل مناسب. باللغة يمكن كان يجاهل إنه بلا لا اطلب ما أنت حتتحمل معناته اطلب الخدمات. Managers المدراء who must bear الذين سيتحملون the cost of central support service من أقسام الخدمات الرئيسية that they do not control may be encouraged واللي هم وما لهمش سلطة على الرقابة على تلك التكاليف. يعني المدير الفرع في مدينة معينة ما يقدر يقول أنت يا مدير عام ليش رحت بالطيارة ورحت على الفندق وعملت حفلة ومش عارف شو حساب الشركة لأنه حتحملني إياها. ما بيقدرش يطلب الطلبات هاي do not control قصدي ما بيقدرش يراقب على تلك التكاليف ليست من شأنه. يعني بمعنى تصرف غصب عنه أوكي بدون ما يرجعوا له. may be encouraged to exert pressure on those who do
ايوه شو بصير؟ بصير يقول يا عمي معطونها رداير المدير العام من طائره لطائره من فندق لفندق، بصير يتذمر. اذا يتذمر شو معناته؟ بصير يفرض رقابه خلفيه راسيه لورا لفوق، يقول له يا عمي حجم الصرف شوي لانك حتحمل مصاريفك علي. اذا بهذه الطريقه بتخلي المدراء الفرعيين يضغطوا على المدراء تبعين السبورت والسيرفيس ديبارتمنتس، والمدير العام يقولوا له شوي 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 لانه حتحملنا حتخسرنا، انت حتحط علينا الحصه تبعتك اللي هي الكومون كوست. Thus they may be able to restrain such cost indirectly. بذلك بيقدروا يضغطوا يقيدوا restrain such cost بطريقة غير مباشرة. يمكن حتى أثناء مناقشة الموازنة اللي مرت علينا بشابتر 10 بقولوا ليش انت بدك تصرف المصاريف هاي؟ ليش بدك تروح على المطار؟ ليش بدك تروح على تروح على فرنسا؟ ليش بدك تروح على بريطانيا؟ ليش كذا؟ يا عمي هذا بالنساء بيأثر علينا. اذا بصير يضغطوا بطريقه غير مباشره. However ومع ذلك department or division managers pressuring central managers is not a healthy organization dynamic. ومع ذلك بقول اذا صار مدراء الفروع هذولا مدراء الانتاج هذول صاروا يضغطوا على باك على الإدارة العامة او على السيرفيس سنترز بهذه الطريقة بتكون في عملية غير صحية بالشركة. is not a healthy organizational dynamic. بمعنى الشركة لا تعتبر حرة او بمعنى تقيد كثير من حركات الإدارة العامة وكذا، إذا هذه لا تعتبر هيلثي، يعني مش وضع صحي بالشركة إنه المدراء الفروع مدراء الإنتاج يضغطوا على الإدارة العامة ما يعملوش بعض المصاريف أو بعض الحفلات أو بعض التي تراها الإدارة العامة لاستمرارية الشركة أو لعمل عقود لصالح الشركة أو 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 إلى آخره. أوكي؟ طيب. Effects of arbitrary allocations. ما هي آثار التحميل العشوائي الغير مدروس arbitrary يعني بدون أي سبب ما في سببية. managers moral may suffer. المدراء معنوياتهم حتقل سفر هيعانوا. when allocations depress operating results عندما التحميل سيحبط نتائج العمليات. ليه؟ لأنه المدراء الفروع لما بتحملوا بعض التكاليف اللي جاية من الإدارة العامة والسبورت سنترز بيصيبهم إحباط، وهذا الإحباط يؤدي على إلى نتائج عملياتهم، يعني تسوء عملياتهم، تسوء نتائج العمليات، اجتهادهم بيقل. كمان اثنين بي dysfunctional conflict بصير اختلافات بين المدراء مع بعض may arise قد تظهر للعيان among managers when cost control by one are allocated to other. لما في مصاريف يستطيع أحدهما أن يسيطر عليها are allocated to others. خلينا نقرب المثال، مدير شؤون الموظفين والمدير المالي في نفترض ساعة العداد مشتركة العداد الكهرباء، شو بصير؟ بصير انه نفترض انه مدير المالي عنده دوام اوفر تايم وكذا وشغله من هالنوع، اذا الكهرباء عنده شغاله كثير، شؤون الموظفين ما عندهش بيسكر من الظهر وبروح، ما فيش عنده اوفر تايم و الى اخره. شو معناته عداد الكهرباء المفروض يعد على شؤون الماليه اكثر من عده على شؤون الموظفين. فاذا هذا التقسيم كان مثلا بالتساوي راح يصير اختلاف بين المدير شؤون الموظفين وشؤون المالي، يقول لك يا عم انت طول نهارك طول الليل سهران وعم تشتغل او ما بتشتغل وكذا، انا ما بصرفش كهرباء قدك، بدك تتحمل الكهرباء جزء منها بنسبه اعلى. when cost controlled by one are allocated to other يعني
بمعنى انه انا بشيل يا شؤون الموظفين عنك الكهرباء اللي انت لازم تعمل عليها سيطره، فما بتعملش عليها سيطره وبتشيلني اياها، بتشيلني 50%، انا حقيقه ما بصرفش غير 30%، وهذه مره صارت باحدى الشركات، تعاركوا مدير شؤون الموظفين ومدير الشؤون الماليه، ردحوا الى لبعضهم البعض، ليه؟ بتقول له انت بتحملني هالقد وانا لا بداوم ولا كذا، وانا الساعه 3 بكون مروح وانت قاعد طول نهارك سهران وبتلعبوا ابصر شدي وبتلعبوا كلام فاضي وسهرانين وتصرفوا الكهرباء. هذا الامور قد تحصل. ريسنتمنت مي ريزلت اف كوست. شو يعني ريسنتمنت؟ معارضه، عصيان. اف كوست الوكيشن از بيرسيفد از تو بي arbitrary or unfair. إذا بصير عصيان من قبل الموظفين والإدارات إذا كان هذا التقسيم قد يكون عشوائي or غير عادل. For example، على سبيل المثال، an allocation on تحميل على ability to bear basis، على قدرة التحمل، على القدرة. قال إيش القدرة؟ نفترض زي الأسرة، واحد منهم موجود في مثلا بأمريكا وواحد منهم موجود بالبلد، بلاش تذكر اسم البلد، كل البلاد زي بعض. اللي في امريكا بده يتحمل مصاريف الاسره لانه عنده قدره، ability to bear، عنده قدره، عنده ايرادات، عنده خير وكذا الى اخره. وهذا اللي بالبلد ما بيطلعش، بالتالي معناته شو بصير؟ ايه بصير انه كانه انت such as operating income penalizes successful manager. فالمدير الناجح اللي بيطلع ايرادات كثيره وبيطلع operating income كبيرة بصير يتحمل أكثر من المدير الفاشل أو المدير الغير ناجح أو المدير الغير نشيط. managers and rewards underachievers، فبصير ما يحملش على الكسالة ويحمل على النشيطين لأنه عندهم فلوس وعاملين income من الoperation تبعتهم. إذا بصير مكافأة لمين؟ للكسول underachiever، rewards for underachievers، وبصير عقوبة penalizes or penalty against successful managers. بقول له يلا حمل عليك أكثر لأنك أنت عندك فلوس كثير، أنت عامل أرباح كثيرة. And may therefore have demotivating effect، وحيعمل إحباط لمين؟ للمدير الناجح والنشيط الذي يعمل أرباح أكثر من إيش؟ من الأوبريشن. أوكي، هذه كمان من الإفكتس of arbitrary allocation. Allocation alternatives، الطرق المختلفة للتحميل. If allocation is based on actual sales، إذا بنحمل الallocation على الactual sales، التكاليف بنحملها على actual sales or contribution margin CM ذاكرينه، responsibility centers that increase their sales or contribution margin will be charged with increased overhead. إذا شو معناته؟ اللي بيعمل أكثر من الكونتريبيوشن مارجن أو السيلز حيتحمل أكثر من الأوفر هيد. هذه طريقة، هاي ألترناتيف. إف سنترال أدمنستريتيف أور أذر فيكس كوست آر نوت ألوكيتد، إذا ما حملنا المراكز التكاليف المركزية تبعت الإدارة العامة أو أي تكاليف ثابتة أخرى، ريسبونسبيلتي سنترز مايت ريتش ذير ريفينيو، فالمدراء تبعين الفروع راح يصلوا الى الريفينيو تبعهم اور السي ام كونتريبيوشن جولز without covering all fixed costs، بدون ما يغطوا التكاليف الثابته اللي جايتهم من المركز الرئيسي، which is necessary to operate in the long run. لكن هذه التكاليف اللي ما بدهم يغطوها هذه ضروريه مشان انك تستمر على المدى البعيد، لانها ضروريه للشركه بشكل عام. إذا في إمكانية إنه ما تغطي التكاليف، ما تتحمل التكاليف، بس هذه مش كويسة لأنه بتقول لك بتضرك على المدى البعيد. سي، طريقة هاي ثانية، الثالثة، allocation of overhead، بنحمل الأوفرهيد، however is motivationally negative. من ناحية الموتيفيشن تعمل نيجاتيف، يعني بتحبط. Central administrative or other fixed cost may appear non-controllable and be unproductive. يعني المركز الرئيسي عم بيتحرك وبيعمل حفلات وبروح، لأنه أنا بحكي عن الواقع اللي كنا نعيشه، بيعمل حفلات وبروح وبيسافر وطيران وكذا ومجالس إدارة وهيك شيء وشغلة من هالنوع. إذا إيش بسموها
إذا هذا يؤدي إلى إحباط Central Administrative or other fixed cost may appear non-controllable. شو يعني non-controllable؟ ما حدا قادر يسيطر عليه هذا البني آدم وعم بصرف كثير وبالتالي بده يحملها علينا and be unproductive. وكمان هذه لا تعتبر productive لأنه البرودكشن جاي بالأوبريتنج سنترز اللي هم المراكز المختلفة اللي بتشتغل وبتضغط الإنفاق وبتطلع كواليتي وبتعمل مبيعات ومش عارف شو بيجيها مبلغ من الإدارة العامة الرئيسية التي تعتبر من وجهة نظر الشركة بشكل عام not productive or non-productive or unproductive. A much preferred alternative is to budget a certain amount of contribution margin earned by each responsibility center to the center administration and based on negotiation. أفضل طريقة أو طريقة أفضل للتعامل مع هكذا overhead cost إنه تعمل budget لا إنك تحدد بسموها contribution margin لكل قسم من الأقسام بناء على budget by each responsibility center اللي حكينا عنها profit center مثلا okay to the central administration based on negotiation وبالتالي يتم التفاوض مع المركز الرئيسي مع الإدارة العامة مع السيرفيس سنترز كلهم يا عمي أنا بتحمل لحد هالقد بليز خلوا بجتكم البجت تبعتكم على قد المواضيع ست سبع مدراء بتجتمعوا مع هكذا إدارة عامة بقول أنا باخذ هالقد وهالقد وهالقد بجمعهم بطلع مثلا 500,000 أكثر من 500 بليز لا زيد مصاريفك إذا يعني يلا عمل بجت بيفرضوا عليه بجت مشان يلتزم ما يصيرش يقول والله انكنترولبل او والله انا بدي اروح مشاوير معينه واصرف زي ما بدي وكذا وبعدين تتحمل على هكذا فروع. The intended result is for each unit to see itself. النتيجه المقصوده من الدي هاي انه for each unit to see itself as contributing to the success of the overall entity rather than carrying the weight cost of central administration. إنه مدام ساهمنا في وضع البجت تبعة الإدارة العامة وتبع السنترال سيرفيس ديبارتمنتس أو السبورت ديبارتمنتس معناته مدام تعمل بجت معناته أنت تسعى كافة الإدارات المختلفة كافة الفروع المختلفة كافة البروفيت سنترز المختلفة تسعى لتحقيق نجاحات للشركة مدام هي عم تضبط الصرف اللي بيتم على مستوى الإدارة العامة. إذا carrying the weight of central administration ما دام هم بتحملوا إذا لازم يساهموا في وضع إيه؟ في وضع اللي هي البجت أو intended result for each طبعا في البجت هي certain amount of contribution في البجت تبعت الإدارة العامة ما دام بيساهموا في البجت ما دام بيشاركوا بالبجت ما دام بيحطوا البجت إذا بصير كل واحد منهم يحس إنه هو مساهم في إنجازات كبيرة على مستوى الشركة بشكل عام. Central administration can then make the decision whether to expand, divest, or close responsibility centers. وبناء عليه الإدارة العامة بصير تفكر عمليا إنها تخفف من التكاليف وبالتالي تتخلص من بعض التكاليف تتخلص من بعض الأنشطة أو تتوسع في بعض الأنشطة أو تبيع بعض الأصول divest شوف أي عكس invest divest تتخلص من الأصول التي الأوفرهيد تبعتها أو الدبريشيشن تبعها راح يتحمل بناء على الخطة أنه والله يتحمل على الأقسام والأقسام يعملوا مشاكل وبيناقشونه وكذا إذا بده يضبط نفسه بهالأمر تمام؟ طيب calculations two specific approaches to common cost allocation are in general use طريقتين لتحميل التكاليف العامة مستخدمة بشكل عام under the stand alone method في طريقة اسمها stand alone method the common cost is allocated to each cost object on a proportionate basis شو الobject يعني اللي هو الactivity او الproduct او whatever يعني وين بدها تروح التكلفة؟ الأوبجكت معناها وين بدها تروح؟ التكلفة. إذا على نسب تناسب. ستاند ألون على نسب تناسب. أندر ذا إنكريمنتال ميثود، الطريقة الثانية إنكريمنتال يعني زيادة حسب إيه؟ حسب أنت شو صرفت، حسب أنت شو استهلكت من تلك المصاريف أو من تلك الخدمات. ذا كوست أوبجكت آر سورتد ها الأوبجكت آر سورتد إن ديسندينج أوردر تنازليا. Order by
توتال تريسبل كوست، انه نتابع التكاليف حسب ايش، حسب الاوبجكت. And the common cost is allocated up to the amount of each، حسب التكاليف اللي احنا تابعناها. طبعا هذا المثال اللي حوضح لنا الفكرة. Example 12.1 common cost allocation. The proportionate costs، شو يعني الكوست اللي راح تكون مقسمة بنسبة تناسب. Observing three customers، اذا في عندنا الاوبجكت ثلاثي customers، الاوبجكت المصاريف وين بتروح على الثلاثي customers، هاي الاوبجكت. Three customers are represented in the table below. The common cost of providing service to these customers is 8,000. اذا مشكلتي بال 8,000، مشكلتي كيف بدي احمل الكومون كوست تبعت ال 8,000 بين الثلاثي كاستمرز. اول شيء لي ال، وثاني ار، وثاني وثالث دبليو. قديش عندهم خدمات؟ بنقدم خدمات لهذول 7,000، او خلينا نسميهم الخدمات اللي او المصاريف اللي بيستهلكوها من خلال خدماتنا لهم 7,000 70%، 2,000 20%، و1,000 10% لهذول الثلاثة. إذا كل واحد بياخذ 70، واحد 20، واحد 10 من مجموعهم 100، لازم يطلع عندنا المجموع يساوي 100%. ستاند الون ميثود، هذه الطريقة الأولى، إنك بتتعامل بتقول يا عمي ال أنت قديش أخذت؟ 70% بضربها بال 8,000 اللي هي الكومون كوست. 8,000 في 70% بيطلع عليك 5,600. الثاني قديش أنت ماخذ؟ 20% في 8,000 بيطلع 1,600. الثالث 10% بال 8,000 بيطلع 800. مجموعهم 8,000 بطابق. إذا بصير بتحمل الـ E الـ L 5,600 لو كان يو أور وات إيفر الاسم إز، وبعدين رات زينجر 1,600 و W O G T Y L A اللي هي 800. إذا هكذا تقسم الـ 8,000. تمام، بصير شو التكاليف؟ بتضيف ال 7,000 على 5,600 على 7,000 و 1,600 على 2,000 و 800 على ال 1,000، بصير توتال كوست لهذول. الطريقة الثانية انكريمنتال ميثود. انكريمنتال بمعنى انه إذا حصل انه احنا صرفنا عليك من حملك، ما صرفنا عليك ما من حملك. تريسبل، ها لاحظ، وهنا allocated. To be allocated ال 7,000، طبعا التوتال اوفر هي 8,000 هي ريمينينج ان الوكيتد. ال هذا ماخذ 7 من حمله، 7 كلهن ماخذ مننا خدمات، 7 غير ال 7 هاي تبعته القديمه اللي سجلاته. اذا هاي 7 من الثمانية. الار ماخذ قديش؟ وينها؟ هون تريسبل كوست 2000، وهنا تريسبل كوست 7,000. اذا شو بصير عندي هون؟ بصير عندي هون انه الالوكيتد كوست على مين؟ على ال ال هاي 7,000، بمعنى انكريمنتال يعني انكريمنت يعني اديشنال يعني مارجنال كوست، ضافت عليه. الدبليو هذا مش ماخذ ولا شيء من السجلات، مش ماخذ ولا شيء، يعني برصد، في رصد لهكذا تكاليف زيرو. إذا بصير 8,000 عندك 7 على هذا و 1000 على هذا، طبعا هذول الأصليات، هذول 7 وال 2000 وال 7 وال 1000 هذول القديمات. بالحقهم 7 من الانكريمنتال، وبالحقهم 1000 لهذا، وهذا بالحقه شي شي لأنه ثبت أنه مش ماخذ ولا خدمة. إذا بصير هكذا، إذا بصير الدبليو هذا مش ماخذ شيء، صفر. هكذا يتم التحميل على ايش؟ على اساس الكومن كوست. ستوب اند ريفيو، يو هاف كومبليتد ذا اوتلاين. طيب حنروح على السؤال الاول 21. Which one of the following companies is likely to experience dysfunctional؟ شو يعني experience dysfunctional؟ يعني اختلال بالموتيفيشن، عدم عداله، بصير واحد بزعل، واحد برضى، واحد كذا. موتيفيشن اون بارت of its manager due to its allocation methods. اي طريقه من هذول بتعمل اختلال في الموتيفيشن، حدا بيزعل وحدا بيرضى. A to allocate depreciation of fork lifts، الرافعه الشوكيه بدهم يعملوا حملوا depreciation تبعها. Used by workers،
بالعمال as its central warehouse في مركز في في مخزن مركزي. Company A شركة A uses a predetermined amount calculated on the basis of the long term average use. إذا في عندنا سعر محدد سلفا على مستوى معدل محسوب من شوف average use long term average use of service provided. يعني هذه البري ديترمانت حسبنا لها معدلات على سنوات وطلع معانا الحركة أو كذا أو الشغلة أو الساعة أو النص ساعة وطيفة. هاي أعتقد ما فيها شيء عدا عادل ممتاز. اللي بيستخدمها بتحمل، ما بيستخدمهاش بتحملش. B company B uses the sales revenue of its various division to allocate cost connection with the upkeep of its headquarter building. الأبكيب معناها صيانة للمركز الرئيسي، فكل واحد من أقسام المبيعات بتحمل قديش باع من تكاليف الصيانة تبعت المركز الرئيسي. أوكي it also على قديش باعها uses the sales revenue of its various division to allocate cost connected with the upkeep of its صيانة upkeep صيانة of headquarter building. It also uses ROI to evaluate the divisional performance. وتستخدم كذلك نظام الـ ROI لتقييم الإدارات المختلفة اللي هي إدارات المبيعات. شو معناته الـ ROI؟ كل ما زادت تكاليفه بقل الـ ROI لأنه نت إنكم على التوتال أسيتس ما تقل إذا زادت تكاليفه، فبنزعج إذا جاءت تكاليف ظلم. إذا عملية التقسيم على أساس والله قديش بعت هذه غلط. إذا ها بيسموها إيش؟ ability to bear. إذا بصير عدم عدالة، بصير الكسلان ما يتحملش تكاليف والنشيط يتحمل تكاليف وهذا غلط. إذا البي هذه تناسب هذا السؤال which one of the following is likely to experience dysfunctional motivation. بتعمل إيش؟ بتعمل حدا بنبسط وحدا بزعل. النشيط بالإيرادات بزعل والكسول بنبسط بقول لك يلا. أوكي؟ إذا الجواب بي، المفروض بي. طبعا ركزت أنا it also uses يعني لأنه شركة بتقيم المدراء أو الفروع الربحية على أساس الـ ROI أو الـ Investment Center. هاي الـ ROI معناته Investment Center على أساس الـ ROI. شو معناته؟ إذا زادت عليه التكاليف بده يقول لي إن كان بده العائد تبعه يقل بقول لك من بيقيمني طلع شو محملني. محملني على مبيعاتي، ومبيعاتي هذا شغلي وجهودي وكذا، وتطلع فلان نايم ما بتحمل شوية من التكاليف، لأنه نايم. هذه القصة اللي بتصير، أوكي؟ إذا بي هي الجواب المناسب، بس خلينا نروح على سي. Company C does not allow its service department to pass on their cost overruns to the production departments. إذا السي هذه الكمباني لا تسمح بأنه زيادة بعض التكاليف تروح على الأقسام الإنتاجية، أما طريقة مناسبة مش ضروري القسم الإنتاجي يتحمل كثير من التكاليف خاصة إذا كانت زيادة تكاليف الأقسام الخدمات فيها زيادة. ليش تكون فيها زيادة؟ ليش تتحملها؟ هذه منطق، جواب منطق عادي، يعني بمعنى هذا الجواب لا ما بيعملش dysfunctional motivation. D company D MIS is operated out of headquarters and serve its various division. إذا بتشتغل الـ MIS معناها Management Information System بتشتغل خارج نطاق الـ Headquarter. الـ Headquarter بمكان معين مدينة رئيسية وهذا بيشتغل في مكان آخر. The allocation of the MIS related cost to its division is limited to costs the division will incur if they were to outsource their MIS. شو عم بحملوا؟ بحملوا تكاليف بقدر فيما لو انه راحوا استاجروا حدا من برا ليقدم لهم خدمات ام اي اس مانجمنت انفورميشن سيستم يعني العلاقه بالكمبيوتر والداتا والبيانات والكذا. اذا تحمل على قدر انه يعني الام اس تبع الشركه بيقدم خدمات وكانه بيشتغل من برا، هذه كويس عادل لانه انا بقبل اتحمل من من الام اي اس او الام اي اس بقدر اتحمل هي اوبريتنج اوت اوف هيد كوارتر بتحمل من الام اي اس وكاني بجيب واحد من برا بقول له اسمع بجيب حدا بالساعه $3 بتحمل عليه $3 اكثر من ما به. اذا هذه عادله ما فيها شيء. اذا الجواب عندنا بي لهكذا سؤال.
هذول بيعمل لنش مشاكل A و C و D بيعمل وش هذا بيعمل مشاكل بين الإدارات وبصير عندنا دايس فانكشنال موتيفيشن اختلافات بين المدراء وعدم رضا وهيك شيء. الجواب بي managerial performance ordinarily should be evaluated only on the basis of those factors controllable by manager. بتحملني بالقدر ما أنا أقدر أتحكم بهكذا مصاري. ما حق صحيح. If manager is allocated costs that she will he will she cannot control. إذا المانجر بتحمل تكاليف هو مش قادر يسيطر عليها كيف بده يقبل؟ إذا dysfunctional motivation can result. بصير dysfunctional motivation بصير زعل بصير اختلاف بين الإدارات مع بعض ليش حملني هالقد. In the case of allocation cause and effect should be used. نعم يجب أن تكون هناك سببية علاقة سببية بين المصروف اللي بتحمله على الإدارة الفلانية وبين إيش بين الخدمة أو النتيجة اللي عملتها للإدارة الفلانية حملته قد النتيجة اللي أعطيته إياها. Cause and effect. Allocating the cost of upkeep on headquarters, صيانة ال headquarters building on the basis of sales revenue. على المبيعات تبعتهم. شو بصير؟ arbitrary. حي الله على المبيعات بلكي واحد انشط من واحد، واحد باع أكثر من واحد بده يتحمل أكثر من تكاليف الصيانة وهذا خطأ. May have no relationship to divisional sales revenue. إذا هذه التكاليف يجب أن لا تكون مرتبطة بكمية المبيعات. Consequently, divisional ROI is reduced by cost over the division manager has no control. إذا ال ROI راح تنخفض بسبب زيادة التكاليف اللي عليها اللي جت من وين؟ من الهيد كوارتر لهذا القسم هو ما إله يد فيه. لو أعطينا المجال بضغطه بس ما انضغط إجا من فوق مش مضغوط للإدارة العامة. Furthermore, the divisions with the greatest sale are penalized by receiving the greatest allocation. إذا القسم الأكثر مبيعات راح يتعاقب لأنه نشيط بياخذ greatest allocation اللي حكينا. بس هذه أنا دائما المسألة لما بكون فيها شوية غموض بحاول أزيدها أو بقرأ الجواب تبعها. الجواب عندنا زي ما اتفقنا به. Common costs are شو common cost؟ Direct cost؟ لا. Current cost؟ لا. Controllable cost؟ لا. Indirect cost. هي common cost هي غير مباشرة ما لهاش علاقة بالأقسام اللي بدها تتحمل عليها غير مباشرة. فلازم نلاقي علاقة سبب عادل cause and effect or ability to bear أو أحسن إشي cause and effect اللي هي الجواب عندنا دي اللي هي indirect cost هي نفس common cost. Common cost are the cost of products or activities or facilities or services or operations shared by two or more more cost objects. يعني وين الاوبجكت معناها وين راحت التكلفة راحت على A و B و C و D. They are indirect costs because they cannot be traced to a particular cost object in an economically feasible manner بطريقة اقتصادية تعتبر indirect. ليه؟ لأنه بقدروش يحسبوها دايركت لأنه بدها شلة محاسبين مجموعة تكاليف كثيرة مشان تصير فيزيبل. إذا صعب أنها تعمل فيزيبلتي بتكاليف قليلة. Hence they must be allocated وبالتالي لازم يتحملوا تحميل. Managers are most likely to accept allocations of common cost based on بحبوا يتحملوا تكاليف عمومية عامش joint cost بيز على ايش افضل طريقه اللي هي الكوز اند افكت. نفعتني حملني ما نفعتنيش ما تحملنيش. اذا افضل طريقه الكوز اند افكت. اوكي ability to bear غلط لانه والله بيقدر. فيرنس العداله تعتبر نتيجه للتقسيم ما في عداله. العداله بعد التقسيم بصير في عداله ولا ما فيش عداله. benefit received حسب المنفعه بس إذا في دراسة بس ما في دراسة أفضل شي الطريقة هاي اللي هي cause and effect. هاي إيه خلينا نمر عليها. The difficulty
with common cost is that they are indirect cost. طبعا غير مباشرة. Whose allocation may be arbitrary. اعتباطي. عشوائي. ممكن يكون تقسيمه. إداري cause and effect relationship. العلاقة السببية مع النتيجة. Between common cost and the actions of the cost object to which it is allocated is desirable. أفضل طريقة ومرغوبة إنه نلاقي علاقة سببية. Such relationship promotes acceptance. وهذه العلاقة بتشجع وبتعزز القبول من قبل الإدارات of the allocation by managers who perceive, الذي يدرك ويفهم the fairness of the procedure. العدالة. إذا العدالة هون ما هي طريقة العدالة وإنما هي نتيجة لطريقة. إذا ما في طريقة اسمها الفيرنس. But identification of cause and effect may not be feasible. لكن المشكلة كمان إنه الكوز أند إفكت هي ممتازة لكنها قد لا تكون اقتصادية لأنه بدك فريق وسجلات وكمبيوتر وسوفت وير حتى تقدر تحسب. خلنا نقرأ هذه اللي هي ability to bear. Ability to bear allocating using ability to bear criteria punishes successful manager. Ability to bear قال بقدر يتحمل. يا عمي شو ذنبه هذا؟ بلكي شاطر وهذاك مش شاطر. إذا فيها punishment penalties and rewards underachiever وتعاق وتجزي طبعا بالمعنى المكافأة تكافئ الأندر أتشيفرز لأنه ما بتحملهم مش كثير. الفيرنس is an objective rather than a criteria. هي مش طريقة وإنما هي نتيجة. Moreover fairness may be interpreted differently by different managers. كل واحد يرى الفيرنس مختلف من وجهة نظره. الدي هاي اللي هي benefit received criteria is preferable when cause and effect cannot be feasibly identifiable or identified. إذا ما فيش cause and effect الـ benefit received مناسبة ليه؟ لأنه والله لولا هالإعلان قسم اللحوم في الكارفور ما عم بزيد هالمبيعات. فبنفترض إنه الإعلان كان سبب في زيادة مبيعات اللحوم بقسم اللحوم أكثر من مبيعات الأدوات المنزلية والألبان والبل. إذا بنحمله أكثر. A large corporation allocates the costs of its headquarters staff to its decentralized division. شركة كبيرة تحمل the cost of its headquarters اللي هي المركز الرئيسي staff to its decentralized division. المراكز الأخرى اللي هي ماخذ شوية حرية وبتعمل بنشاط وكذا وبتحقق أرباح. The best reason for this allocation is ليش بنعمل allocation؟ مشان إيش؟ نحمل الهيد كوارتر على الديسنترلايز المخذين حريتهم الى حد ما. بس دير بالك الديسنترلايزيشن لا تعني حريه مطلقه. طيب مور اكيوريتلي ميجر ديفيجنال اوبريشن ريسك بتعطي هلا دقه يعني اكثر؟ ما في دقه معظمهم ما في دقه. امبروف ديفيجنال مانجر مانجمنت مورال يعني بتحسن المورالز تبعت المدراء بالعكس بتضرب المورالز. Remind divisional manager that common cost exists. بتذكرهم انه في عندك مصاريف عامة لا تزعل. زعلان جيب إلك مدير عام وجيب إلك آل التصوير وجيب إلك مش عارف شو بدي أسمي لك يا قسم صيانة وجيب إلك قسم ما بتقدرش. إذا just to remind the decentralized managers أو operation managers إنه they must have and remember that there is a kind of common cost exist. إذا الجواب C. Discourage any use of support. لا ما في discourage any use. بده يزعل ويقول لك بديش تشتغل لي. لا بديش بده يطلب هالخدمة. لأنه otherwise هو لازم يصير عنده صيانة وعنده IT وعنده كذا. ما بيقدر على هالأمر هذا. إذا الجواب عندنا remind them that common cost exist. المصاريف العامة موجودة. الجواب C. منكون انتهينا من هذا السكشن اللي هو allocating common cost اللي هو section 5 of unit 12 part 1 CMA 2020. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.